السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم جميعا مستمعين الكرام، مستمعين أثير إذاعة MBCFM، بكل صحة وبكل عافية، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف، اللي إن شاء الله راح أكون فيه معاكم على مدار ساعة كاملة من التقديم والهندسة الصوتية، أخوكم محمد العسيري. أكيد اللي حاب يشاركنا في موضوعنا اليوم على 011-268-44-88 أو عن طريق تويتر @MBCFM وهاشتاق البرنامج برنامج كيف. مع انتشار فيروس كورونا عالميا، علقت الكثير من الدول ومنها السعودية حضور الموظفين إلى مقرات العمل، وهالشيء نصت عليه برامج التحول الوطني، منها تفعيل العمل عن بعد. لكن هل نطبق الآن مفهوم العمل عن بعد بالشكل الصحيح؟ لا شك أكيد أنه للعمل عن بعد إيجابيات كثيرة، خصوصا في مثل هذه الظروف. ودي تشاركنا عزيزي المستمع عن تجربة العمل عن بعد وكيف شفتها، هل العملية منظمة وهل ساعدت التطبيقات على تفعيل العمل عن بعد بشكل صحيح؟ أكيد على 011-268-44-88. ناخذ اتصالاتكم ومن بعدها إن شاء الله بننتقل إلى الأستاذة هناء الرفاعي، مستشار موارد بشرية وتطوير الأداء، ورح نتكلم أكثر وأكثر عن هالموضوع، لكن ودنا ناخذ تجاربكم بخصوص آلية العمل عن بعد وكيف ترونها، هل هي عملية منظمة، وأيضا هل ساعدتنا تطبيقات على تفعيل العمل بشكل صحيح ومرن. أكيد اللي حاب يشاركنا مستمعين الكرام على 011-268-44-88 أو على هذا هاشتاق البرنامج برنامج كيف. كيف شفت تجربة العمل عن بعد، وهل هي العملية منظمة، وأيضا نقدر نقول هل ساعدت التطبيقات على تفعيل العمل عن بعد بشكل صحيح. بنروح لهالفاصل القصير ومن بعدها راجعين إن شاء الله. أكيد حياكم الله مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم إذاعة MBCFM من جديد في برنامجكم برنامج كيف. نتحدث اليوم عزيزي المستمع عن تجربة العمل عن بعد. معنا عبر الهاتف الأستاذة هناء الرفاعي، مستشار موارد بشرية وتطوير الأداء. أهلا وسهلا أستاذة هناء، حياك الله. حياكم الله، يسعد مساك يا رب، ويا رب يكون جميع المستمعين بصحة وعافية يا رب يا كريم. اليوم حابين نتكلم عن شيء مرة مختلف، بعيد عن كل الأحاديث اللي قاعدين نسمعها هذه الأيام واللي جلسة تداول عن مرض كورونا، سواء كانت الآثار الناتجة عنه نفسيا اجتماعيا اقتصاديا. خلينا نشوف رغم صعوبة المرحلة اللي نمر فيها، رغم تحدياتها، إيش النواحي الإيجابية اللي جات فيها هذه الأزمة، وكيف ساهمت بالفعل إنها تحدث نقلة نوعية في طبيعة سير الأعمال، كيف بنفس الوقت عززت ونشرت ثقافة العمل عن بعد، وكيف خلتنا أغلب إحنا وأغلب قطاعات الأعمال نتجه إلى اعتماد التقنية الحديثة في سير أعمالنا. يمكن أنا وإنت وكل المستمعين نعرف إنه عملية العمل عن بعد أو مسألة العمل عن بعد ما هي وليدة اللحظة، ولا هي أثبتت فعاليتها في هذه المرحلة. خلال السنوات الماضية أو الفترات الماضية أخذت مساحة كبيرة كثير من الحديث، وكان من خلال دراسات أجروها على بيئات الأعمال، أو سواء كانوا من آراء جمعوها من مختلف مدراء وأصحاب المال علشان يثبتوا فقط فعالية سير الأعمال. لكن اللي صار ورغم كل النقاشات اللي حدثت، للأسف ما تفعلت بشكل كبير ولا تعززت بشكل ملحوظ إلا خلال هالفترة وفي ظل الأزمة الحالية. السبب واضح، لأنه فعلا هي ساهمت بأن هي ترفع نسبة الوعي عند كثير من المدراء أصحاب المال في مختلف القطاعات، ورجتهم كيف أنه هي ضرورة بالفعل وضروري أنهم يفعلوا ثقافة العمل المرن داخل قطاعاتهم علشان يضمنوا استمرارية أعمالهم في مختلف الأزمات اللي يمروا فيها. جميل أستاذ هنا، اسمحي لي بس أروح معك نقطة. نتكلم أنه العمل عن بعد هذا نصت عليه برامج التحول الوطني، لكن أيضا نقدر نقول هل أزمة كورونا دفعت القطاعات الحكومية والخاصة إلى تفعيل العمل عن بعد، وأيضا كيف يمكن قياس إنتاجية الموظفين خلال عملهم عن بعد؟
خلينا نقول هي ما دفعت، هي ساهمت في خلق فرصة. الأزمة اللي جات اليوم جات جماعية، كل القطاعات اشتركوا فيها وكلنا وحدنا الجهود على أننا إحنا نوجد حل جماعي يخلينا نتدارك المرحلة ويخلينا نستمر بأعمالنا بكفاءة ونجاح. لكن الأهم والفرصة الذهبية اللي جات فيها هذه المرحلة هي خلتنا نفكر أكثر ونركز للتمكين. هي جات علشان تخلي التمكين يتفعل في أغلب القطاعات لتمكين موظفينهم للعمل عن بعد، تمكين البيئة بأكملها، وفي نفس الوقت ساهمت بأنهم يعرفوا ضرورة تفعيل ثقافة العمل المرن اللي تركز على أنه يكون فيه إنجاز، اللي تركز على أنه تتحقق إنتاجية أعمالهم بعيد عن الأساليب التقليدية، بعيد عن البيروقراطية العنيدة اللي إحنا تبنى عليها طول السنوات الماضية. فأنا ما أقول لك إنه هي دفعت أو أجبرت، إيه هي أجبرت، بس موش الإجبار اللي ما أنت مخير فيه، وإنما أجبرت لأنها فعلا وجدت نفسها هي ما هي مخيرة أمام سير أعمالها إلا باستخدام هذه الفعالية بنجاح. إنك أنت تشتغل عن بعد، أو إنك أنت تفعل التقنية الحديثة من خلال تفعيل التقنية الحديثة، أو إنه يكون عملك مرن في بعض الأعمال لا تحتمل أنك أنت تفعلها عن بعد زي الإدارات والأعمال المكتبية وما إلى ذلك. جميل. طيب بس خليني أروح معك نقطة مهمة أستاذة هانا. يعني الآن في البعض يقول أنه بعض القطاعات الخاصة عندها الإمكانية وعندها القدرة أنها تعمل عن بعد، أنه ممكن في تجارب مرت عليهم، لكن نتكلم على القطاع الحكومي، هل هو بالسهولة بالمرونة اللي ممكن الموظف يعني يتعلم على العمل عن بعد؟ شوف أنا أقول لك شغلة، وجود مراحل صعبة يمر فيها أي قطاع اليوم بسبب التحول اللي راح يصير، هذا شيء مرة بديهي. وجود بعض الأخطاء في بداية أي مرحلة هي أمور بديهية ومرحلة لابد منها والكل راح يمر فيها، لكن ما بعدها هو الأهم. مو غلط أن إحنا يكون عندنا أخطاء، مو غلط أن إحنا نأخذ فترة مش محدودة عشان نتجاوز أنه موظفيننا يوصل لمرحلة التمكين الكافي علشان تتحقق أعمالهم بالإنتاجية والكفاءة اللي إحنا اعتدنا عليها في الأدوار التقليدية السابقة، ولكن راح توصل لنتيجة جدا مهمة في نهاية المطاف، هو أنك أنت بالفعل تضمن استمرارية أعمالك رغم أي أزمة ممكن أنت تمر فيها. أنا قاعد أقول اليوم أزمتنا كانت جماعية، الكل اشتركنا فيها ووحدنا الجهد عشان إحنا تستمر أعمالنا، لكن الشيء الجميل أو المنطقة الإيجابية خلينا أقول لك الزاوية الإيجابية اللي جات فيها هذه المرحلة هي إنك خلتك أنت كصاحب عمل أو كمدير موارد بشرية أو كصاحب قرار في أي قطاع تفكر كيف لو كانت هذه الأزمة تمر فيك أنت وحدك بس، كيف ممكن أنت بنفسك تواجهها، كيف تخلي عملك يستمر بنفس كفاءتك اللي أنت اعتدت عليها، وكيف تستثمر مواردك البشرية في عز أزماتك. هذا اللي راح أتكلم عنه بشكل مفصل، كيف بالفعل أنت تفعل آلية العمل المرن أو آلية العمل عن بعد في بيئتك ومن خلال موظفينك. كمان ما أقدر أخفي الزاوية الثانية المهمة اللي جات فيها هذه المرحلة، وهي أنه خلت المدراء وأصحاب المال وأصحاب الأعمال يدركوا مدى أهمية وضرورة وجود خطط طوارئ داخل منشآتهم وشركاتهم، خطط عمل بديلة اللي تخليهم يتسلحوا أثناء وقوع الأزمات من دون ما يتأثر عملهم. يمكن كثير مننا فعلا وعي هالفترة على أنهم هم يفتقدوا خطط للطوارئ، قرار لما يجي متأخر مو زي لما يجي من البداية، استثمارك لموظفينك لما يجي متأخر مو زي لما يكون من البداية. كل تأخر أو كل مرحلة أنت تتأخر عنها تخليك تتحمل نتائج سلبية أنت في غنى عنها، يكون في عندك عبء تكاليف إضافية. فبالتالي كانت مرحلة جدا جميلة رغم مساوئها رغم صعوبتها واللي إحنا نمر فيها، إلا أن زاويتها الإيجابية كانت واضحة وملموسة، أننا نعرف أهمية وضع خطط الطوارئ والخطط البديلة ونمكن موظفيننا وبيئات أعمالنا. جميل. أستاذة هنا نستأذنك أستاذة مستمعينا بهالفاصل، نرجع إن شاء الله بعد الفاصل نتكلم على إيجابيات العمل عن بعد بشكل مفصل وبشكل أكبر، لكن ناخذ هالفاصل وراجعين. وأيضا أستاذة هنا تقرير التنافسية العالمية يظهر أن خيارات العمل المرن والعمل عن بعد هي أكبر محرك للتغيير الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، توافقيني هالرأي أو؟ أكيد. جميل، ناخذ الفاصل وراجعين أكيد مع الأستاذة هنا الرفاعي مستشار الموارد البشرية وتطوير الأداء.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعينا أثير إذاعة MBC FM في برنامجكم برنامج كيف، وما زلنا مستكملين حديثنا أكيد مع الأستاذة هناء الرفاعي مستشار موارد البشرية وتطوير الأداء. أستاذة هناء، تكلمت قبل الفاصل على لابد أن يكون عند القطاعات الحكومية والخاصة خطة طوارئ لمثل هالأمور. أبتكلم معك ما أهمية أن يكون في خطط، وأيضا ما هي إيجابيات العمل عن بعد بشكل عام؟ أهمية وجود الخطط هي اللي تخلي إنه أعمالنا ما تتأثر بالمرحلة اللي إحنا نمر فيها أو الأزمة اللي إحنا نمر فيها، وتخلي الاستمرارية واستثمار الموارد ما زال مستمر بيحقق لنا نفس الإنتاجية والكفاءة المطلوبة واللي اعتدنا عليها في أعمالنا التقليدية. المرحلة اللي أنا بأوصل الرسالة أو الرسالة الواضحة اللي جاي فيها هذه الأزمة، إنه آلية العمل عن بعد وثقافة العمل المرن هي مش فقط في هذه المرحلة. الأزمة هذه راح تزول بإذن الله قريبا، ولكن ماذا بعد الأزمة؟ لازم إحنا نفكر على إنه اللي قاعد يصير هذا الآن هو اللي لازم نعتمده في جميع المراحل القادمة، لأنه هو اللي بيضمن لنا استمرارية أعمالنا. الأزمة اللي إحنا مرينا فيها كثير من الشركات على المستوى الشخصي مروا فيها. خلينا نتناقش مع بعض بمثال جدا بسيط. كثير من الشركات أو حتى المصانع خلال الفترات الماضية والسنوات الماضية اتعرضوا لأزمات في عملهم، بعضها كانت خلينا نقول ناتجة عن اندلاع حريق من دون ما يكون في سابق انذار، نسأل الله السلامة طبعا. الشيء اللي خلاهم انهم يتعطل اعمالهم بالكامل، تتعطل بيئتهم. وانا ليش قاعد اقول تتعطل اعمالهم تتعطل بيئتهم؟ البيئة بما تملك من ماديات بسبب الأزمة اللي نتجت تعطلت، بالمقابل موظفيني عدم تمكينهم عن بعد خلاهم كذلك متعطلين بعيد عن الحرائق. خلينا نتكلم من ناحية ثانية، مرات مقر عملك، بيئة عملك، كم مرة اضطريت انك انت تعمل اخلاء لبيئة عملك بالكامل عشان انت تتمم اعمال داخلية تتطلب منك انك توقف العمل بسببها فترة محددة دون ما تحصل على انتاجية، بعيد عن الاعمال الاصلاحات الداخلية اللي تتطلب الإخلاء بالكامل. كم مرة تعطل إجراء عمل بسبب موظف خارج مقر عملك مش موجود اليوم؟ كم فرصة ضاعت مننا كانت تحتاج لقرار وصاحب القرار كان غايب هالفترة؟ كم موهبة بشرية كان بإمكانها تنضم لفريق عملنا ولكن منعت بسبب إنه سياسة العمل لا تسمح، سواء كانوا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كم شخص بيمر بمرحلة حرجة سواء كانت مرضية أو ظرف آخر ما سمح له أن يكون معنا وموجود، ولا قدرنا أن احنا نستثمر دوره من بعد لعمله معنا من بعد؟ كل هالحالات اللي أنا ذكرتها اللي سببت تعطيل في الأعمال خلتنا ندرك لضرورة ثقافة العمل المرن ولثقافة العمل عن بعد. هنا لازم الشركات تعرف انه الازمه هذه خلتك تركز على ازماتك الشخصيه انت، ما هي قضيه مرحله وراح نتجاوزها وترجع اعمالنا زي ما كنا، لا، هي فرصه ذهبيه رائعه لتمكن بيئتك وعاملينك. ولازم تفهم من خلالها كمان انه عملك ما ياخذ شكل واحد فقط عشان انت تنفذه، عملك لازم يكون ينفذ من اشكال مختلفه عشان يستمر ولا يتوقف. في شيء مره مهم، عدم تبنيك لهذه الثقافة في العمل، عدم تمكينك لمواردك البشرية راح يوصلك للنتيجة إنك أنت تستغني عنهم وقت الأزمات وتوقف خدماتهم. ليش؟ لأنه بعض أصحاب العمل للأسف وبعض الشركات بيعتقدوا أنه في الأزمات يصبحوا عاملينهم أو مواردهم البشرية هم عبء تكاليف عليهم من دون مقابل منهم، في الوقت لاحظ أنه المفروض يكون موردهم البشري هو سلاحهم وجنودهم في أنهم يواجهوا أزمتهم ويتخطوها معا بنجاح. وهالشيء ترى للفعل حصل هالفترة من بعض من الشركات، وفعلا قاموا يستغنوا عن خدمات موظفينهم بسبب ظروف الأزمة اللي احنا قاعدين نمر فيها، لأنهم تبنوا نفس القناعة بأنهم عبء تكاليف عليهم. يعني انت تخيل انه فوق الأزمة اللي قاعدين نمر فيها كلنا خلقوا أزمة ثانية وتسببوا في انهم فعلا يصنعوا أزمات للعاملين اللي عندهم بدل ما انهم هم ايش يستثمروهم. ابغى اوصل هذه الرسالة من خلال البرنامج انه الخطابات اللي وصلت لبعض الناس او اللي قاعدة توصل لبعض الموظفين الان هذه الفترة وتكون ضمنة بعض المواد اللي تخليهم يتنازل عن حقوقهم، يعني على سبيل المثال لما انا قلت لك على عملية الاستغناء انا جبتها من
بعض الموظفين هالفترة جو يستفسروا عن الشركات اللي أصدرت لهم خطابات، الخطابات هذه متضمنة إجازات بدون راتب يوقعوا عليها، وفي حال إنهم رفضوا يقدموا استقالتهم. يعني إذا أنت مو عاجبك إنك تأخذ إجازة من غير راتب، قدم إيش استقالتك. هنا أنا أركز على شيء مرة مهم، أنت جالس كقطاع اليوم بتخير موظفينك يا إنه يتنازل عن دخله أو إنه يتنازل عن صحته، فأنت قاعد تخيره بين أمرين جدا صعبة. اللي أنت لازم تعرفه إذا كنت تجهل بالقانون، طيب إنه ما يشق لك هالشيء، أنا أروح أركز على الموظف وأقول له لا تتنازل عن حقك دون علمك بسبب جهلك، لازم تعرف حقوقك، لازم تعرف إيش الأشياء اللي أنت قاعد توقع عليها. قانونيا أنا ما راح أجاوب بنص قانوني، لأنه بالمختصر راح أقول لك ما يشق لأي قطاع اليوم إنه يستخدم هذه الآلية مع موظفينه، لكن الأهم من هذا كله هو وعي الموظفين بحقوقهم، وعيهم بالأشياء اللي لهم والأشياء اللي عليهم. لا تسمح للجهل ولعدم معرفتك بحقوقك وقوانين عملك إنك تتنازل عن حق من حقوقك. اعتمد الاستشارة دائما قبل ما تمضي على أي شيء، لأنك لازم تكون عارف إنه توقيعك على ما تجهله هو ضياع لحقوقك. أنا أوصل هذا الصوت من خلال برنامجك، لأنه بالفعل جدا مهم التنويه عنه، وحاب أنه يوصل لشريحة كبيرة من الموظفين، بالذات أنه البعض استفسر عنه ويكاد يكون في كثير ناس تجهل فعلا كيف تتصرف اتجاه الخطابات اللي قاعدة توصلهم من بعض الشركات لجهلهم بالقانون هالفترة. وللأسف كثير منها قاعد يوقع عليها على أمل تعرف إيش، يقولك أنا وقع الآن وبعد الأزمة أرفع عليهم دعوة أو أني أنا أشتكي عليهم أطالب بحقوقي. لازم تعرفوا أنه مدامك أنت وقعت بالتنازل عن حد من حقوقك، فأنت هنا مالك الحق في المطالبة فيه. ليش؟ لأنه آلية العمل بين الموظف والشركات دائما تكون بالتراضي، والعلاقة مبنية على أنه أنا أقدم شيء وانت قبلته، بما انك انت قبلته فقد حقك. فبالتالي كون ذكي، كون واعي، لما تجي انت توقع على هذا النوع من الخطابات وقع بالاعتراض. كيف يعني توقع بالاعتراض؟ يعني انت تنص على انه الاجازه هذه الفتره مقبوله، ولكن انا اعترض في التنازل عن حقي في مقابل الاجر اللي انا استحقه شهريا او اليومي او الاسبوعي حسب طبيعه عملك وعقدك. اعتراضك هنا يحميك ويحفظ لك حقك اللي انت حاط في بالك انك انت ممكن تطالب فيه بعد الأزمة. وصلت الرسالة اللي انا ابغى اوصلها من خلال هذه المرحلة، وان كانت شوي خارج عن صلب موضوعنا، ولكن هي فرصة وهي الاهم. صحيح، وهي فرصة مهمة جدا، جميل التنويه عليها السادة هنا. لكن بدي اروح معاك للسؤال اللي تقريبا الكل يطرحه، خاصة يبغى يعرفون ما هي ايجابيات العمل عن بعد بشكل عام، وايضا السلبيات بوجهة نظرك. شوف، إيجابيات راح أتكلم عنها، سلبيات ما راح أتكلم عنها لأنها مو أسوأ من المرحلة اللي إحنا قاعدين نمر فيها. يعني لو أنا قلت لك السلبيات العمل عن بعد ما راح تكون أسوأ من إننا لا نعمل عن بعد. أنت شايف المرحلة اللي إحنا واصلين فيها؟ لا بس أنا نتكلم على يعني بحكم إن إحنا فتحنا الموضوع على قلتهم على أكثر من محور، نبغى نتكلم أيضا على بعد الأزمة، ما أهمية العمل عن بعد وأيضا إيجابياته وسلبياته عموما بغض النظر عن الأزمة الكورونا اللي الآن إحنا عايشينها. صحيح، أهميته بيضمن استمرارية أعمالك وبيحقق الإنتاجية، وفي نفس الوقت يخليه عندك استثمار أمثل لمواردك. الأنماط اليوم مختلفة في بيئة العمل. أخ محمد، ما أقدر أنا أفرض على موظف بحد ذاته على آلية عمل محددة ومحصورة. يعني من أهم متطلبات سيران العمل بكفائية وأنك أنت تستثمر موظفينك على أكمل وجه هو أنك أنت تنفذ أو تسمح لآلية عمل مرن داخله يكون فيها مساحة من الحرية إنه هو يختار الطريقة اللي نفذ فيها دوره الوظيفي ويجدول فيها أعماله، وفي نفس الوقت يحقق لك الإنجاز اللي أنت طالبه. أنا أشوف هذه الإيجابية بكل وضوح وبكل بساطة. سلبية قلت لك إنه إحنا الدور الجديد اللي إحنا متوجهين له ما اعتدنا عليه سابقا، فهي مرحلة لابد منها بديهية، إن هي تحدث في معوقات، يكون في أخطاء، في سوء في التواصل عن بعد، ولكن مرحلة وراح تعدي بإذن الله وما راح نطول فيها، لأنه كانت المرحلة الحالية اللي إحنا قاعدين نمر فيها كثيرة. الآن الكل قاعد يخوض التجربة. يعني إحنا تعرف الإيجابية اللي جات فيها الأزمة بالفعل
إن هي خلت المرحلة هذه أو وجودنا في المنازل وبعدنا عن بيئات الأعمال فرصة للتدريب. يعني زي كأننا لو ما في أزمة نقول تعالوا خلينا نتوقف لفترة ما مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، الله لا يطولها، شهرين أو ثلاثة، خلينا نتدرب عن آلية العمل عن بعد. فهي جات زي كأنها مرحلة تدريب، يعني هي ساهمت بالفعل بطريقة غير مباشرة على تأهيلنا لما بعد الأزمة. يعني جميل. لما تجي الأزمة إحنا أوردي متأهلين وجاهزين إن إحنا نمارسها إن شاء الله. بعد الأزمة بنتكلم عنها بشكل أكبر، المطلوب من كافة القطاعات بعد انتهاء أزمة كورونا، لكن استأذنك والسادة المستمعين السادة هنا بهالفاصل قصير وراجعين أكيد معاك مع الأستاذة هنا الرفاعي مستشار موارد بشرية وتطوير الأداء، وحديثنا اليوم على العمل عن بعد وما أهمية تفعيله بالشكل الصحيح. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مستمعين أثير إذاعة MBCFM. ما زال حديثنا متواصل مع الأستاذة هنا رفاعي مستشار موارد بشرية وتطوير الآداب. نتحدث أخيرا أستاذة هنا، زي ما ذكرنا في بداية الحلقة معك، أنه نصت برامج التحول الوطني لتفعيل العمل عن بعد. أنا أبغى أتكلم بعد انتهاء الأزمة بإذن الله بصحة وسلامة، كيف ممكن نطبقها بالشكل الصحيح، وما هي الاستراتيجيات المتخذ أو المفترض أن تتخذها القطاعات والمؤسسات لتفعيل العمل عن بعد بالشكل المرن؟ خلينا نقول أنه الوعد اللي احنا لازم ناخده على نفسنا أنه يستمر هذه المرحلة بإيجابياتها واللي حصل فيها إلى ما بعد الأزمة، وفعلا كلنا نفعل ثقافة العمل المرن بداخلنا ونساهم في أنه أعمالنا تتم من بعد، ونمكن عاملين أنهم يعملوا من بعد في بعض الأعمال. أنا قاعد أقول مش في كل الأعمال اللي تحتمل هذا الشيء. المرحلة هذه أو اللي إحنا قاعدين نمر فيها، في ناس شوية ملخبطين ما بين نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد. نظام العمل المرن يفترق عن نظام العمل عن بعد. نظام العمل المرن اللي هو متضمن أنه يكون عندنا توازن ما بين العمل بالإنجاز والانضباط، يعني يصبح عملك مقتصر على 40% تحضر فيها إلى مقر العمل مقابل 60% يمكنك إنجازها خارج مقر عملك. وطبعا المرونة هذه بتساعد وتأهل وقت الأزمات على إنك أنت تكون مؤهل بالكامل. يعني إذا بدأت الشركات على إنها هي تأهل موظفينها إنهم يعملوا بدوام عمل مرن يقتضي على 40% حضور 60% في الخارج، وقت الأزمات الحقيقية لما أنا يصير عملي بالكامل عن بعد أنا بالفعل مؤهلة. شايف إيش الفوائد؟ يعني خلينا نبدأ تدريجيا، إحنا نبدأ إن يكون مرن وقت الأزمة يكون بشكل كامل عن بعد. فهذا اللي صار إنه إحنا خلال الفترة الماضية ما استثمرنا، ولكن مش مشكلة إحنا لاحقين عليها الآن. ورب ضارة نافعة نب ضارة نافعة. هذا فيما يخص بالعمل المرن. نيجي نتكلم عن العمل عن بعد وإيش يفرق عنه. العمل عن بعد هو إنه يكون خارج مقر عملك تماما، يعني نسبة حضورك في العمل يكون 0%. وهالشيء أنا قاعد أقوله فقط في الأعمال اللي تحتمل هالشيء، زي الأعمال المكتبية، الأعمال الإدارية اللي تخلينا إن إحنا نقدر نتمم هذه الأعمال من خلال المراسلات الإلكترونية أو مختلف التطبيقات التقنية اللي تتناسب، ونحطين المعايير تتناسب أولا مع طبيعة عملنا، حجم العمل، نوع النشاط المقدم، نوع الخدمات المتقدمة، وعدد عاملين. هالفترة في كثير شركات، برضو أبغى أنوه عن هذه النقطة جدا مهمة، في كثير من الشركات تجي تقول لك إحنا من زمان فعلين نظام العمل عن بعد من خلال التطبيقات اللي صارت متاحة اللي عندنا اليوم، زي التطبيقات اللي تعرفها حقت اللي تكون في شركات الأطعمة والمشروبات والصيدليات والمحلات التجارية والتموينية اللي صايرة نستخدمها من فترة. إحنا هنا لازم نصحح مفاهيم ونوضح نقطة جدا مهمة. في فرق كبير ما بين التطبيقات اللي توصلك لعملائك عن بعد وما بين التطبيقات اللي توصلك لعاملينك عن بعد. هم ملخبطين ما بين الشغلتين. هم يحسبوا ان التطبيقات اللي خلتهم يوصلوا لعملائهم للمستهدفين في عمليات البيع عن بعد هي نفسها التطبيقات اللي توصلنا لعاملين، فهم معتقدين انهم هم ما شاء الله يعني هذه المرحله قدهم، يعني مروا فيها ونجحوا فيها وما الى ذلك. لا، انتم نجحتوا في انكم توصلوا لعملائكم، بس انتم ما فعلتوا كيف ممكن توصلوا لعاملينكم. وهنا لازم احنا نسلط الضوء وندرك الفرق، والفرق هذا لما احنا ندركه راح خلينا إيش
نحاول إنه إحنا نحقق المرونة مع عملائنا وفي وصولنا إلى مواردنا البشرية داخل القطاع أو الشركة اللي إحنا نعمل فيها زي ما إحنا قدرنا إحنا نوصل لعملائنا. أغلب الشركات اليوم أنا أقول لك بالفعل وصلت لتطبيقات ونجحت بأنها هي توصل، لكن السؤال الأهم الناس اللي الإدارة عرفنا نقدر يكون دوامها مرن أو نقدر نحط تطبيقات إنه من خلال المراسلات البريد الإلكتروني نوصل لبعض، لكن السؤال الفريق الداخلي اللي جالس يوصل الخدمة للعميل اللي هو غير مرئي، اللي هم اعتقد إنه هم بداخل التطبيق لكن هم فعليا مش بداخل التطبيق، هم فعليا عندهم مقر وقاعدين يحضروا ويداوموا فيه. هنا تقول لي كيف ممكن أخليهم يعملوا عن بعد، أو تقدر تقول لي هل ينفع يقوموا أو يشتغلوا عن بعد؟ أنا هنا أقول لك الإجابة تعتمد وتختلف حسب حجم العمالة، نوع الخدمة المقدمة، والأدوار الوظيفية، وحجم العمل فعليا وتوزيعه على مناطق المملكة. اليوم أنا أقدر أقول لك إذا كان نشاطك بيع منتجات سهل جدا أنك أنت تقدر تشتغل عن بعد، لأنك أنت عندك منتج وعندك عميل فتقدر توصله من خلال وسائل التوصيل المتاحة. أما إذا كان تقديم خدمتك يعتمد أو يحتمل زي مثلا على سبيل المثال خدمات محلات التزيين النسائي وبينه وبين المطاعم، خدمات التزيين النسائي هي خدمة مقدمة للعميل وهذا نوع نشاط أنا أقدر أعمل من خلاله عن بعد. ليش؟ إذا أنا مكنت موظفيني بالأدوات كاملة وعطيتهم كل شيء هم يحتاجوا، أنا أضمن أن العملية هذه تتم من بعد من خلال البيوت. إذا أنا عندي فريق والفريق هذا ممكن، أنا أقدر من خلال عدم تواجدهم في بيئة العمل أنه هم يقولوا يقوموا بهذا الدور يستمر أعمالهم. لكن في المقابل نيجي نتكلم عن خدمات شركات المطاعم، هل أنا أقدر أخليهم يعملوا عن بعد؟ لا، هنا الأمر يكون فيه صعوبة. ليش؟ لأني أنا ما أقدر أقدم خدمة الطهي خارج المقر، لأن هنا في احتمال كبير ما أضمن اتباع أنظمة السلامة المطلوبة وتحديدا هذه المرحلة. هنا إيش راح يصير؟ كيف ممكن إحنا نخلي هذا الفريق يعمل ضمن المعايير المطلوبة؟ أنا جالس أقول باختصار شديد، لو أنت عندك 20 موظف بيقوموا بتقديم نفس الخدمة هذه داخل مقر عملك، كيف ممكن تشغلهم؟ تشغلهم من خلال خيار واحد فقط ما في غيره، هو إنك أنت خليهم يشتغلوا على مدار اليوم بفترات متبادلة، يعني نظام الشفتات المتبادلة، بحيث إنه أخلي يومي إذا كان الدوام بيعمل 12 ساعة، أنا ما أعرف في الغالبية العظمى إيش نظامها 12 ساعة ولا 8 ساعات ولا 9، يعتمد حسب كل شركة وحسب كل قطاع. المهم إنه إحنا نقسمه مثلا على 3 فترات أو 4 فترات. إذا كان أنا عندي 20 موظف يتم تقسيمهم 5 5 5، كل 3 ساعات أو كل 4 ساعات يستبدل الفريق ويجي فريق بعده، بحيث إنه الفريق اللي قبل هو يضمن المعايير حقة السلامة قبل لا يمشي، علشان الفريق اللي يجي بعده يكون جاهز ومهيئ للعمل مباشرة. هذا الشيء بيساهم بإيش؟ يساهم في إنه إحنا ما يكون عندنا تزاحم داخل منطقة العمل، وبنفس الوقت بنحقق معايير السلامة المطلوبة، وعليها تقيس جميع الشركات جميع المؤسسات أنشطة عملهم للمثال اللي أنا طرحته. إذا كان نشاطك يحتمل العمل عن بعد من خلال منتجات أنت ممكن تقدمها أو خدمات تقدر تقدمها، عاملينك إذا مكنتهم عن بعد يقدروا يقوموا بنفس العملية. أما إذا كانت خدمية ولكن من نوع آخر كمطاعم وطهي ومشروبات، هذه أنت عملية موظفينك لازم يكونوا في مقر عمل، وآلية العمل هنا تختلف حسب كل سياسة من البعد. صحيح، حسب سياسة كل قطاع. أخيرا أستاذ هنا بتوجه الرسالة بشكل مختصر إلى القطاعات الحكومية والخاصة كمستشارة موارد بشرية وتطوير أداء. قاعد أقول إنه كلامي اللي أنا جالسة أقوله هالفترة واللي أنا طرحته في بداية البرنامج لحدث الآن لا ينطبق فقط على الأزمة الحالية اللي إحنا نمر فيها، اجعل هذا الشيء ضمن خطط طوارئك، خطط عملك البديلة الخاصة بشركتك حتى يستمر عملك ولا يتأثر بأي حال من الأحوال. قلنا إنه الأزمة راح تزول بإذن الله، ولكن الأهم ماذا بعد الأزمة. ركز على أزماتك الخاصة الشخصية اللي ممكن تتعرض لها واللي يمكن بشأنها تتعطل أعمالك ولا يتم استثمار مواردك البشرية خلالها. يا سلام. أستاذة هناء رفاعي مستشار موارد بشرية وتطوير الأداء، شكرا لك ولوقتك. العفو، يعطيكم العافية. يعطيك العافية، أهلا وسهلا. بناخذ فاصل مستمعينا ونكمل الجزء الأخير من برنامجكم برنامج كيف.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. قبل ما نختم معاكم نتكلم على ودنا نروح لبرنامج الخطوة الجاية. برنامج الخطوة الجاية مستمعينا الكرام يستهدف شريحة من الشباب من الجنسين، إذ يقدم رواد الأعمال الشباب والمبتكرين بصورة عصرية تسلط الضوء على نجاحاتهم بحماس وسرعة بما يتناسب مع عصرهم. وأيضا الهدف من هالبرنامج الخطوة الجاية تغيير الصورة النمطية عن الناجحين بأنهم أشخاص خارقين أو أذكياء أكثر من غيرهم أو منعزلين عن المجتمع جراء انشغالهم بمشاريعهم وأعمالهم. طبعا برنامج الخطوة الجاية يشرف عليه ويقدمه الإعلامي مفيد النويصر رئيس تحرير ومقدم برنامج الشهير من الصفر اللي يبث على قناة MBC1. برنامج الخطوة الجاية يعرض على شاشة MBC كل يوم سبت 7:30 مساء ويعاد إذاعتها على أثير إذاعتكم إذاعة MBC FM الساعة 9 ليلا يوم السبت. الحلقة اللي راحت كانت تتكلم على معاذ أبو عائشة المهنة ريادي أعمال، وهو شريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس، وهي شركة ناشئة متسارعة النمو في القطاع التقني الغذائي. البرنامج يبين لكم مراحل الطفولة وأيضا مراحل التخرج ومراحل الإبداع ومراحل الإنتاج، فأتمنى الجميع يستمتع في برنامج الخطوة الجاية. أيضا شكر لكم مستمعينا الكرام على طيب الاستماع، وأيضا الشكر متجدد للأستاذة هناء الرفاعي مستشار الموارد البشرية وتطوير الأداء، تحدثنا على إيجابيات التفعيل العمل عن بعد، وأيضا ما هو المطلوب من كافة القطاعات بعد انتهاء أزمة كورونا إلى تفعيل أحد برامج التحول الوطني اللي هو تفعيل العمل عن بعد. أتمنى كانت حلقة خفيفة تليق فيكم مستمعين الكرام. شكر متجدد لمعد هذا البرنامج الزميل أحمد الشهري، كنت معكم من تقديم والهندسة الصوتية محمد العسيري. نشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية، والجميع بأفضل صحة وأفضل حال.